مساء الخير. إذا صدقت التوقعات والنوايا فاللبنانيين على موعد خلال الساعات 48 المقبلة وربما غدا مساء مع الحكومة 75 بعد الاستقلال و17 بعد الطائف، وستكون الحكومة الثانية بعهد الرئيس ميشيل عون والأولى بعد الانتخابات النيابية اللي حصلت بأيار من العام الحالي. هي إحدى أكثر الحكومات انتظارا بتاريخ لبنان الحديث، بظل الضغط الاقتصادي الاجتماعي الداخلي غير المسبوق وتراجع نسب النمو ومؤشرات تصنيف لبنان الائتماني على المستوى الدولي. هذه الحكومة المنتظرة حتكون الحكومة الثالثة للرئيس سعد الحريري. أخذ الشد والجذب حوله حوالي 7 أشهر اعتبارا من تكليف الرئيس عون للرئيس الحريري ب 24 أيار مهمة التأليف بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. حكومة إذا شاءت الأقدار أن تبصر النور وتشق طريقة إلى الحياة فسوف تكون على موعد مع تحديات غير مسبوقة بشتى المجالات. أولا تحدي تعايش الضرورة بين أفرقاء وعدم انفجارها بفعل تباينات الداخل قبل توازنات الخارج وتأثيراتها الدائمة على لبنان. من المفترض أنه يكون على رأس سلم أولوياتها مواجهة تحدي عداد الدين المتراكم بلا أفق منظور، ومطلوب منا على وجه السرعة إيجاد حلول لقضايا معيشية أصبحت مصيرية وبتهدد المواطن اللبناني بصحته وبلقمة عيشه وبكرامته الإنسانية بحد ذاتها. على هذه الحكومة بطبيعة الحال السير بحقل الألغام بإقليم ملتهب ومتغيرات إقليمية بتبدأ بسوريا والعراق وما بتنتهي باليمن. وحكومة سعد الحريري الثالثة ستواجه يقينا فيما ستواجه التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة فصولا من الأنفاق تحت الأرض للسماء وما فوق السماء. برحب فيكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من انترفيوز بستضيف خلالها عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب هادي حبيش. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير سيد محمد، لك ولضيفك ولكل المشاهدين. وأيضا ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحفي سيمون أبو فاضل. مساء الخير أستاذ سيمون. مساء الخير لك وللمشاهدين أستاذ هادي. ذكركم مشاهدينا بمشاركتنا أسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة هاشتاج انترفيوز على فيسبوك وتويتر، واللي بيحب يحضر حلقة انترفيوز بيقدر يشاهدها مباشرة عبر فيسبوك لايف وبيريسكوب من تويتر ومن خلال صفحتنا الخاصة طبعا، ورقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة للتواصل مع البرنامج بالقسم الأخير الأسئلة للضيوف. وإذاعة الشرق أخيرا بذكركم أنها بتنقل انترفيوز مباشرة عبر أثيرة للمستمعين. سعادة النائب مساء الخير مجددا. مساء النور. يبدو الأجواء تفاؤلية. نعم. شو اللي تغير خلال الساعات الماضية أو اليومين الماضيين وأدى إلى هذا الانفراج الكبير؟ يعني بداية الوضع الضغط برأيي أنا كان ضغط على كل المسؤولين بلبنان، من فخامة الرئيس إلى دولة الرئيس إلى المعنيين فرقاء سياسيين كلهم. مثل ما قلت بمقدمة برنامجك، الوضع المالي المهترئ، الوضع التصنيف لبنان اللي عم يرجع لورا بدل ما نكون نحن اليوم بمرحله عم نقدم لقدام بعد صدر وبعد الموعود في يعني الوضع الموعود في الموعودين فيه اللبنانيين، يعني صفينا عم نرجع لورا بعد عاده لبنان بس يكون في رئيس جمهوريه وتمشي الامور فيه حكومه ومجلس نواب والناس بتتفائل انه الامور عم تمشي لقدام بالوقت اللي نحن للأسف وضعنا الاقتصادي عم بيرجع لورا. فكل هيدا الوضع الضاغط وتنازل اللي صار، المبادرة اللي عملها فخامة الرئيس انه وافق انه يعطي وزير من حصته، وبالإضافة طبعا الى موافقة النواب الستة انه يسموا حدا من خارج الحصة طبعاً، بالإضافة الى موافقة الرئيس الحريري على هذا الموضوع، كل هذا التركيبة ادت الى انه نقدر نزمد بتشكيل يعني الحكومة. تستبعد التأثير الخارجي والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة؟ انا بصراحة من الاول كنت عم بقول هذا موضوع ما نكبره اكثر من حجمه بكثير، يعني نحن دائما كلبنانيين بس نوقع بمشكلة معينة بأي مشكل دائما بنقول خلص الخارج ما بده، هلا بنجي بنقول اجى الضوء الاخضر، يعني هلا بكره رح تسمع ناس بيقعدوا هون بيقول لك اجى امبارح الضوء الاخضر وقرروا قالوا لهم روحوا شكلوا حكومي بكره مش هيك مشيت، مش دائما الامور لهالدرجه يعني مربوطين بالتفصيل التفصيل بالخارج، اكيد لبنان بتتحكم فيه اعتبارات دوليه واقليميه بس مش بكل التفاصيل، نحن دائما بنحمل نحن اللبنانيين فشلنا بالتوافق بهذا النظام التوافقي التعبان
فشلنا بالتوافق اللي هو دايما بيكون طبيعي بأي نظام توافقي، مش دايما كل الناس بتتفق على كل شيء، دايما بدنا نختلف على أمور بتؤدي إلى تعطيل المؤسسات. دايما منحمل فشلنا إلى أنه الخارج اليوم ما بده تتألف الحكومة، بس نتفق منقول الخارج صار بده تتألف الحكومة. أنا برأيي لا، هذا الموضوع كان داخلي. هذا التأثير الخارجي اللي عم نحكي عنه، عم بقول عنه يعني سعادة النائب، أنه قد لا يكون هو العنصر المؤثر أستاذ سيمون، إنما بلش الإيحاء فعلا بالكلام على أنه التأثير الخارجي أدى دوره بهذا الأمر. اليوم رئيس بري مثلا عم بيقول أنه هذا الحال كان موجود من 3-4 أشهر لورا، وكان طرحه هو بتفاصيله اللي حتطلع. عشنا كتير مراحل سابقة كانت ترتبط بأحداث إقليمية، يعني يقولوا مثلا خلينا ننطر انتخابات الرئاسية كيف بدنا نحسمها بزمن فراغ تنشوف معركة حلب. اليوم بقولوا لك مثلا بدنا نشوف الاستحقاق المرتبط مثلا بالحديدة، انه اليوم بالحديدة لانه صار في تسوية وعم بيصير في تفاهمات باللقاء اللي كان باوروبا بين المعارضة بستوكهولم بستوكهولم، انه هيدا انعكس ايجابا. انا مش من هذا الرأي، يعني بدي احكي بصراحة انه فيها دائما انه عملية تأثير موجود، بس مش بهذا الملف تحديدا بالذات، لانه كانت واضحة المعايير اللي عم يحكيها كل فريق. يعني رئيس الجمهورية إلا واضح بذكرى السنة الثانية لانتخابه، عندما انه اعتبر انه هذا الفريق التشاور شو حيسيته، وانه اعتبر انه ما بحق، يعني بالحرف قال تكتك سياسية، تكتك ما بحق له انت يتمثلوا بالحكومة. رئيس الحكومة المكلف حط معيار انه انا من هذا الفريق وشخص منهم، يعني يعني بيشبههم ما بقبل فيه. كمان فريق هن كانوا تمسكوا بدهم حدا منهم مش حدا عنهم. أمين عام حزب الله كمان قال إنه هودي جماعة وزرون وعندهم حضور وخضعوا، يعني خاضوا انتخابات وربحوا. اليوم شفنا إنه الجميع قدام عملية تنازل في تم بنسب متفاوتة، يعني كل واحد تنازل بنسبة متفاوتة عن الثاني. من هون احيانا تقول في واحد خسر، في واحد استعوض، في حدا كان ضحية، يعني بتشوفها بهذا التوصيف. هل الضحية كانت سعادة نائب رئيس الجمهورية لأنه تنازل عن مقعد بالنتيجة؟ رئيس الحريري صحيح أنه اليوم يعني قبل بدخول بين مزدوجين ما يسمى بسنة الثامن من أذار أو المعارضة السنية إلى الحكومة، إنما يعني حقق شروط اللي هي عدم تمثيل أحد من النواب الستة. شوف، هلا بغض النظر عن الضحايا، انا برايي الربحان هو الشعب اللبناني، لانه اخر شيء الشعب اللبناني تعب من كل الناس وتعب من هيدي التفاصيل. واذا بدنا نحكي بضحايا، نحن النواب المسيحيين اللي نحن بنشكل 19 نائب موجودين بالقتال، ما جينا كمان نحن، يعني انا قلتها من البدايه، اذا بدنا نمشي بهذا المبدا وبدنا نجي نعطل، بنجي كمان بنجمع حالنا 19 نائب وبنجي بنقول نحن كمان بدنا وزيرين او بدنا 3 وزراء، ونحن جزء منا موجود بكتل ممثل سياسيا بالحكومة مثل أنا ومثل غيري، ولكن مش ممثلين طائفيا، وجزء آخر مش موجود نهائيا بالكتل السياسي. كان فينا نعمل اجتماع ونجي نقول نحن 19 تفضلوا لحتى نتمثل باثنين وثلاثة. فإذا بدنا نعتبر أنه نحن ضحية، فينا نعتبر أنه والله كمان نحن ضحية، بغض النظر عن مين الضحية ومين مش الضحية. برأيي أنا اليوم أنه نعمل التسوية معينة، أخذوا النواب الستة حقهم بتمثيلهم بأحد الأشخاص. أنا شخصيا بقول لك مش حقهم كانوا ياخدوا، لأنه بالكريتير اللي نوضع هول الشباب زملائنا 4 منهم موجودين بكتل سياسية ممثلين سياسيا مثل ما أنا ممثل سياسيا بالرئيس سعد الحريري أو بالوزراء اللي بده يسميهم الرئيس سعد الحريري. أما إذا بدنا نطرح التمثيل الطائفي اللي هني إجوا يطرحوه لما انسحبوا من كتالهم وقالوا تعوا مسلونا سنيا، كان فيني أنا اليوم أجي أعمل نفس الشيء أنا وزملائي 19 وقال لهم تعوا مسلوني كمان طائفيا لأنه أنا لم أمثل طائفيا. ونحن معروف أنه جزء منا وأنا واحد منهم عنا حجمنا بالشارع المسيحي ونمثل ما نمثل بشارعنا. ما جينا طرحنا هذا الموضوع لأنه صفينا بدنا نعرقل بعد المعرقل. وبتصور الشعب اللبناني تعب من كل الناس، ما بقى سألين مين بده يفوت على الحكومة مين بده. وصلنا الشعب اللبناني لمرحلة صار أكبر طموح عنده، وهيدا للأسف صار أكبر طموح عنده تتألف حكومته. بطل حدا عم يشوف شو بده تعمل الحكومة. كل دول العالم بتصير تطلع حكوماتها شو بدها تعمل والعهد تبعها شو بدها تعمل. يعني اما الشعب اللبناني صار وصل لمرحله انه يعني ان شاء الله الفوا لنا حكومه ما بدنا منكم شيء. مش طموح الشعب، يعني انا مش طموح الشعب لانه ما بقى قد عنده ثقه، يعني انه في بعض المصالح، يعني بعض اقتصاديين بعض صناعيين بعض، يعني في هيئات بالبلد يعني انتاجيه بتقول انه استنادا للمقدمه اللي قالها الاستاذ انه في تراجع وضع اقتصادي وفي تراجع بالتصنيف الدولي، انه الناس اليوم اذا بتروح لعندها بتقول لك ترجع تجي مجموعه ناس انه عندهم صفقات
بدهم يرجعوا يمصونا، يعني ما في هيدي الثقه وما فيها الحماس عند الشعب لهالحكومة. انا بس قد ايه بيعول سعاده اللبناني على الحكومه؟ خليني لاشالي معلش تنكون واقعيين، انا معه انه اليوم بمحل معين التعطيل اللي صار استاذ محمد، نحن يعني نحن كلبنانيين من وقت ما من 2005 خليني اقول لك لليوم، وهلا هيك كنت قاعد عم بستعرضهم قبل ما نفوت، طب ما نحن من 2005 لليوم مرقنا ب 13 سنه نحن حاكمين نفسنا بنفسنا من 2005 لليوم، بهول 13 سنه الشعب اللبناني مرق بسبع سنوات ما في عنده مؤسسات دستوريه، ما الناس اخر شيء تعبت يعني حوالي نص المده اكثر من نص 60% يا مرحله ما عندنا رئيس جمهوريه وبالتالي معطل الحكومه ومجلس النواب، يا مرحله ما عندنا مسكر مجلس النواب وبالتالي معطل مجلس الوزراء والباقي، يا مرحله ما في حكومه وبالتالي معطل مجلس النواب ورئيس الجمهوريه. هذا غير البرلمان المممدد يعني كان البرلمان ممدد على سيئاته بس القليله كان عم يشتغل، ولكن هذا اذا بدي زد لك غير بدي زد لك غير انه كل هذه الحكومات بترجع بتاخذ كمان شهر زياده لحتى تاخذ الثقه، يعني اذا بتعد سبع ثمان حكومات على شهر كمان بتزيد عليهم. بدنا نحكي عن يعني البيان هلا واداء اذا بده ياخذ يعني نحن اليوم يعني نحن اليوم اللبنانيين مرقوا بهذه المرحله بثمان سنوات تقريبا ما عندهم مؤسسات دستوريه عم تشتغلهم، مشان هيك انا عم بقول وبرجع بقول انه صار طموح الناس، بعرف انا انه الناس بكثير من المحلات مثل ما عم بقول استاذ سيمو انه يمكن الناس تعبانه من الفساد اللي عم بيصير، تعبانه من الصفقات اللي عم بتصير، والناس بكثير من المحلات ما عندها امل بكثير من المحلات، ولكن صارت الناس انا عم بقول لك شو عم تقلنا يا خيي الف حكومه ما بدنا شيء، لانه الناس عندها بالراي العام انه بس تتالف حكومه انه بيكون صار في استقرار سياسي يؤدي بمحل معين الى استقرار نقدي، يعني هيدي الناس صارت بهذا المحل، مشان هيك نحن علينا كسياسيين نرجع نعطي امل للناس، وهيدي الحكومه انا بقول لك بكل صراحه إن كان عهد الرئيس عون وإن كان الرئيس سعد الحريري وإن كان كل الممثلين بهذه الحكومة وهذه حكومة وحدة وطنية، يعني هون عم بحكي عن كل الفرقاء السياسيين عليهم يعطوا جديا يرجعوا يعيدوا الأمل للبنانيين بهذه الحكومة، لأنه أنا عم بقول لك وأنا واحد من هذه الطبقة السياسية اللي بقول لك الناس كل يوم بلتقي فيها بمناطقنا وبلبنان و الناس تعبت من كل هذه التركيبة وتعبت من البلد وتعبت من تعطيل المؤسسات وتعبت من السماع بالفساد بدون محاسبة وتعبت من كل هذا الموضوع، مشان هيك نحن علينا اليوم مسؤولية كحكومة الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشيل عون والكل يدخلوا إلى هذه الحكومة ياخذوا إجراءات جدية بمكافحة الفساد، ياخذوا إجراءات جدية بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني، ياخذوا إجراءات جدية لحتى نضل عايتين أمل للبنانيين بمشاريع قادمة، ياخذوا إجراءات جدية للتسريع بالإتيان بأموال سادرة لترجع تنضخ بالاقتصاد اللبناني وترجع تعمل حركة اقتصادية، نسبة البطالة بالبلد شوفوا وين صارت، المواضيع كلها الوضع المالي والاقتصادي بالبلد كله راجع لورا، هيدي مسؤوليات كتير كبيرة على هيدي الحكومة اليوم، مشان هيك وقديه حتقدر هلا سمعت توجه. الوزير باسيل عم يحكي كمان انه مش بس المهم تتالف هاليومين الحكومه، المهم كمان البيان الوزاري ما ننطر شهر لحتى تتالف، خلال جمعه جمعتين تتبلش الحكومه تنتج، في مسؤوليات كثير كبيره استحقاق البيان الحكومة. الوزاري والثقه لازم نحكي عنهم بالتفصيل. اليوم بلش استاذ سيمون الكلام على هيدا اللقاء اللي ركب، بلش يفرط اللقاء، حتى اليوم سمعنا في خلاف حول الاسماء، الاسماء المقترحه ثلاث او اربع اسماء ما في توافق، كل طرف وضع بشكل سري الاسم اللي بده اياه، واليوم يبدو انه في اسم هو يتصدر اللي هو اسم السيد جواد عدرا. مش نهائي بعد، ليس نهائيا ولكن المتداول وبكل نشرات الاخبار وافتتاحياتها. هيك انا قلت في ضحايا، ضحايا مش من باب طبعا اللي هو التوصيف للنتيجه، انه اليوم هودي ست نواب، حتى الرئيس المكلف اللي كان معارض توزيعهم قال انه يحترم تمثيلهم وعندهم حيثيه شعبيه، انما الاطار اللي انجمعوا فيه كان ملفت، يعني من هون قلت انا انه كانوا ضحايا، بمعنى هلا عم نشوف النتائج، عم نشوف الخلافات على اختيار اسم، يعني انا كنت متوقع انه باللحظه مثل ما تم جمعهم بهذه الطريقه او لقائهم بهالطريقه يكون اقل شيء جاهزين على اسم او اسمين، يعني اذا ما كان في بلان اي يكون بلان بي متفقين عليه، بس اثنين قدموا اسم، واحد قدم اسم، واحد قدم اسم، واحد قدم اسم وواحد امتنع، وفي خلافات على الاسماء. من هون انا قلت انه هذا التاخير اللي هو ناتج عن انه موقف طلع فيه رئيس الجمهوريه انه هو لا يقبل بتوزيعهم، بعدين رجع قبل ياخذهم من حصته، بنفس الوقت بقى رئيس الجمهوريه قبل ياخذهم من حصته، هلا هن مختلفين على الاسم اللي هو بدهم يختاروه او يتم التوافق عليه.
هيدا عملية التأخير ما لها محاسبة بالبلد. يعني من هون أنا امبارح لفتني كلمة، كنت بمؤسسة يعني كنت على التلفزيون وطلع رئيس ميقاتي بعد زيارته للقصر عم بقول مشكلة بالنظام، يعني بالنظام جوا بداخله بالنظام، مش في يعني مشكلة نظام، انه ايه اليوم ما حدا اليوم عم يحترم آلية التعيينات. يعني اليوم لو انتركت عملية تشكيل الحكومة تاخذ مداها ويمكن صار فيها نقاش، كان اسهل من انه يبين اليوم انه في حدا عم بشكل الحكومة من خارج الناس المعنيين بتشكيلها. هيدا اللي بين نتيجة هيدا الشهرين. قبل كانت مبينة انه بين رئيس الجمهورية عم بشكل وبين رئيس المكلف. القوات زعلوا شوي، منطلع موقف الاشتراكي، منطلع موقف، هون صار في انكفاء، انكفأوا كلهم سوا، صاروا بحالة الدفاع، تا صار في يعني كلام من حزب الله باتجاه رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تهاون بهذا الموضوع، راح على حالة استيعابية. الشباب باللقاء النواب باللقاء التشاوري وافقوا على اختيار يعني احد بعد ما اتفقوا عليه، رئيس المكلف وافق. من هون عم برجع لك الكلمه الاساسيه، انه في استهلاك وقت للناس بدون حساب. طب هذا الاستهلاك الوقت ساعتني بدون مبررات، واللي عم بياخذ وبيستنزف وقت ويعني مصير ومستقبل اللبنانيين، مين عم بحاسب عليه؟ وهل فعلا فرضت اعراف جديده نتحمل مسؤوليتها بالمراحل المقبله بتشكيل الحكومات؟ شوف انا صرت عم بقول بصراحه بشكل واضح، نحن بدي زيد على اللي عم بيقوله استاذ سيمو او الرئيس ميقاتي، انه لا نحن عندنا ازمه نظام حقيقيه. نحن عندنا ازمه نظام تبدا بانتخاب رئيس جمهوريتنا اللي دائما بنوقع فيه بفراغ نتيجه العرف اللي مشينا فيه بالبلد اللي اسمه التلتين، بتكفي الى 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 النظام اللي له علاقه بتاليف الحكومة اللي هو عم بيوقعنا دايما كمان بفراغات حكومية. هلأ كنا عم نستعرض من شوي انه نحن بهال 15 من 2005 لليوم 909 ايام بقي الشعب اللبناني بدون حكومات. طب نحن والمشكلة عند اللبنانيين وعند السياسيين يعني كمان حتى أظن 500 سياسي. يوم بتشكيل الحكومات يعني بعملية التشكيل ما هو هيك 909 ايام يعني سنتين ونص بلا حكومات، هولي كلهم مرقنا فيهم عم نشكل حكومات. مجلس النواب بقينا سنة ونص مسكر وثلاث سنين بدون رئيس جمهورية وبالتالي معطلة المؤسسات. طب اليوم نحن كلبنانيين يعني بحاجة لإعادة نظر. طبعا الدستور اللبناني بحاجة لإعادة إغلاق الثغرات اللي موجودة فيه، ما بقى فينا نكفي نحن بمنطق. أنا يعني صرت بدي دايما صلي المسبحة لحتى انتخب رئيس جمهورية وروح ادعي لحتى انتخب رئيس حكومة، صارت العالم عايشة على الصلوات لحتى تتألف مؤسساتها، لأنه نحن عندنا نظام بيوصل بكثير من المحلات إلى تعطيل. يعني اليوم خود رئيس الجمهورية، رئيس جمهورية بلبنان طلعوا بيعرف اسمه ينتخب بالتلتين. يا سيدي نحن 14 أدار مرة الماضية ما كان عندنا تلتين، كان عندنا تلتين ناقص واحد، وثمانية أدار عندها تلت زائد واحد. يعني هني نحن لوحدنا ما بنعمل نصاب وهني واحدهم ما بيعملوا نصاب. يعني عمليا أنت تنتخب رئيس جمهورية بلبنان بهذا النظام صار بدك 100% مش تلتين، بدك التلتين ناقص واحد والتلت زائد واحد 100%. اللي دولة بالعالم تنتخب رئيس جمهوريتنا بالمية رئيس جمهوريتها بالمية 100 غير لبنان، واللي دولة بالعالم او شعب بالعالم بيقدر ينتخب رئيس جمهوريته بالمية مية؟ منين بنجيب لك توافق 100%؟ هاي الديمقراطية التوافقية يا سيدي. هذا النظام اللي اسمه ديمقراطية توافقية انا بكل صراحة بقول لك مش مقتنع فيه. انا مع النظام الديمقراطي، هيدي زيادة كلمة التوافقية وتطبيقها زيادة بالأعراف عم تؤدي إلى تعطيل المؤسسات. نفس الأمر بتعتقد أنه مع كلمة الميثاقية أيضا هن كيف خلقوا الخبرية؟ يعني هذه مثل نظرية الحكومة، الدستور اللبناني واضح بالحكومة لا لبس فيه، القرارات بالحكومة تؤخذ بالتوافق إما بالثلثين بالأمور الأساسية إما بالنص زائد واحد بالأمور العادية. إجوا خلقوا لك بعدين أعراف اسمها. بس إيه إذا طائفة معينة مذهب، يا ريت طائفة، إذا مذهب معين قال لا على موضوع له علاقة بالنفايات بيصير موضوع النفايات غير ميثاقي، إذا مذهب قال لا على الكهرباء بيصير موضوع الكهرباء غير ميثاقي. وهذا بتبين حتى بحكومة رئيس المذاهب. شو خص المذاهب والطوائف بموضوع كهرباء ومي وتليفونات وطرقات ونفايات؟ الشعب اللبناني آخر شيء موضوع النفايات بخص كل الناس. أنا بفهم اليوم بتقول لي ميثاقية بتطرحها إذا موضوع مطروح على مجلس الوزراء له علاقة بهذه الطائفة بالذات، بس تجي بتقول لي بدك تطرح الميثاقية وبدي امشي بنظام له علاقه بالميثاقيه وبفيتوات المذاهب على موضوع له علاقه بشؤون الناس اليوميه بطرقات وبمي وبتليفونات وبنفايات وبكهرباء وبي وبي. حدا يقول لي اليوم هيدا كيف اللي عم بيصير؟ طب هيدا موضوع ما لازم بقى نطلع منه ولازم نقعد. يعني انا اليوم وصرت عم بقولها لازم اليوم هيدا الموضوع يستدعي
من السلطة السياسية كلها سوا تقعد على طاولة تقول تعوا يا إخوان ما بقى فينا نكفي ببلد عيش بسبع سنين بلا مؤسسات من أصل 13 سنة 60% من وقته، بعدين بتيجي بتقولي ليش الدين العام 85 مليار؟ يا خي مين قادر ياخذ قرار تيعالج الدين العام إذا ما عندك مؤسساتك الموجودة؟ ما أنت مشكلتك الجوهرية اليوم البلد مثل شركة، إدارة البلد مثل إدارة شركة. هلا أنا بأسس لك شركة، بيجي بقول لك فيها هيدي الشركة عيشت 15 سنة، خلال هال 15 سنة عيشت 10 سنين بدون إدارة كلياً. تاني يوم تقول لي ليش مكسر الشركة؟ أو بشلل إداري على الأقل. أو مش موجود، يا مش موجود رئيس مديرها العام، يا مجلس إدارتها مش موجود، يا شوي بعد 10 سنين بتقول لي ليش 15 سنة ليش مكسرت الشركة؟ مكسرت الشركة لأنه ما في مين عم يديرها، هل موظفين كل واحد قاعد فاتح على حسابه بيعمل اللي بده إياه والشركة مكسورة. نعم في حدا بده يبلش يعني أنا مثلا من وين بدنا نبلش؟ أنا ما وين ممكن تكون نقطة البداية؟ رئيس جمهورية غيره ما بعرف. أنا عم شوف اليوم إنه هيئة الرقابة مضروبة، القضاء الى حد ما في اشخاص يعني بنرفع الراس فيهم، ما في ناس بتاثر بظروف سياسيه تما يكون ظالمين، الا انه بعد في عندك نقطه ارتكاز. اليوم المؤسسات ما عم تلعب الدور، رغم انه كان الرهان انه نحن بعد الفراغ والحاجه الى البلد، انه البلد صار بحاله احتراق، بدنا نروح على رئيس ونعمل تركيبه جديده بالبلد ونقعد تسويه رئاسيه. اليوم انا عم بطلع عم قلت من وين بده يبلش؟ يعني انه مين بده يبلش؟ رئيس الجمهوريه بيقول لك انا مش عم بقدر، بيطلع بمقابله بيقول انه يعني هو عم يشكي كمان بدنا نبلش بشو بس عفوا لا باي باي موضوع اصلاح يعني اذا بده استعاده مثلا يعني المبادره مؤسسات. لا لا ما هو المؤسسات بدها ترع مؤسسات تكوين المؤسسات شيء ومحاربه الفساد شيء المؤسسات طب المؤسسات بدها تحارب لانه حتى هاي النقطه الاساسيه خلينا نحكي فيها المؤسسات فاصل من اين نبدا بعمليه الاصلاح من المؤسسات ام من او من اعاده تكوين السلطه والبيان الوزاري والثقة المتوقعة كم تأخذ من الوقت بعد الفاصل؟